نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. في عيد الأمهات استحضار لمعاني التضحية والمحبة وتكريم للأم من الأبناء عرفانا بالجميل وتقديرا لخصالها ودورها. غلاء الأراضي وارتفاع تكلفة البناء والقروض تعطل برامج السكن الاجتماعي، عوامل تحول دون تحقيق حلم امتلاك مسكن للكثير من التونسيين. أخطاء متواترة في سجلات الحالة المدنية وقواعد البيانات تحرم المواطن من قضاء شؤونه والتمتع بالخدمات، وقريبا برنامج لرقمنة السجلات. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. في عيد الأمهات استحضار لمعاني التضحية والمحبة وتكريم للأم من الأبناء عرفانا بالجميل وتقديرا لخصالها ودورها. صحباتها كي ما ينسيونيش في حتى مناسبة، في عيد، في راس عام، في أي مناسبة نلقاهم هم الأولين الموجودة. دونك بنتي ما ماتتش. في الحقيقة وقت اللي نمس جنبي نفرح برشا، ما نتوجهش، حتى كان نتوجه معناتها هيك تقعد معناتها أوفون. نفرح برشا إنه معناتها أنقذت ولدي وعطيته الحياة معناتها. تنظر السيدة هدى إلى هناك حيث ابنها الذي ما زال يرقد في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. شيء منها أصبح في جسد ابنها المريض منذ كان رضيعا. إنها الأمومة تتلخص في هذه الحركة وهذا الجرح الذي وهب حياة وحبا لمن أحبت. تبرعت بكلوتي لولدي، في الحقيقة هو من اللي معناتها من اللي صغير من اللي رضيع معناتها فقت به لي بكلو واحدة فيت. حتى اللي نكبر شوية معناتها قالوا لي باش معناتها فمش شكون يتبرع معناتها قلت انا باش نتبرع، وذاك اقل حاجه معناتها تعملها الام لصغيرها. الجرح العميق والفقد دفع بالسيده ساميه الى ان تكون هكذا بعد وفاه ابنتها قبل سنه بسبب الكوفيد. انها سيده بحجم وطن وام تعبرك لتزهر فيك وداخلك. انا ازهرت سيغراسا ال دونك كما قلت لك، يمكن انا قلتها كلمه ما غير ما فكرتش فيها، قلت بنتي في قلبي وسكرت عليها. دونك ما حبيت ندخل في حتى تفصيل كيفاش توفيت، علاش هيك، هو سي قبلت، انا رضيت وحمدت وشكرت واحتسبت، هي خذيت بلاصتها، قلت مش نسكر عليها قلبي دون لو سونس اني بنتي مش ننساها. مي افيك لو طون حسيت اللي انا بكل وليت امنه هيك، شو واش معناها ازهرت معني. وقت جاوني تلمتي في الايام الاولى شق احنا صغارك، فهمت؟ اذا انت مشيت امنه شوف انت قديش عندك من صغير. بركانها الكل ريفها ومدينها جبالها وصحاريها، اش يجي على بالك في تصوير الاميمه؟ هي انا في تقديمي ثم نقول كل ما تجي توصف ما تلقاش كلام، وكل جواب تلقاه يزيدك نقطة استفهام. عطاء بلا حدود، الأم اللي تضحي، الأم اللي تقوم، اللي تسهر، اللي تتعب، الأم اللي تجيب ما نجمش نحصر لك، الأم اللي عطات قطعة من بدنها. كلما كان الفقد كبيرا كان الاشتياق أكبر وكان الحب أعنف، وكانت الأمومة كالتعويذة ترسلها أمهاتنا لتحرسنا بحجم تضحياتها وجنائزها وبحجم الخراب والحرائق التي لم تتمكن منها. إنها الأم جنبا إلى جنب مع الأب، كلاهما يمسك بيد لكي لا نسقط. إذن في ظل غلاء أسعار وتدني المقدرة الشرائية أصبحت إمكانية اقتناء مسكن صعبة التحقيق، ليطرح التساؤل بشدة عن واقع مشاريع السكن الاجتماعي ونجاعتها التي طالما اعتمدتها مؤسسات الدولة عبر آليات متعددة لتحقيق حلم الفئات محدودة الدخل والمتوسطة. امتلاك مسكن حلم بات صعب المنال في ظل مقدرة شرائية متدنية وشروط تمويل مجحفة، هكذا فسر البعض صعوبة اقتناء مسكن، خاصة مع تراجع دور مؤسسات الدولة في تأمين السكن الاجتماعي لمختلف الفئات وفق تأكيدهم. سهلة هي باش يشري دار، سي با فاسيل. أنا الدولة ما عادش السكن الاجتماعي اللي كان قبل وسنيت وكذا مرفقة شوية والناس نجم على الأقل. توا
المقاول اللي يبني لك والبروموتور اللي يبني لك يقول لك انا الحديد زاد، السيمان زاد، كل شيء زاد. الدولة ماش قايمة بالواجب والله. بيان سور، وين المساكن الاجتماعية اللي كانوا يعملوا في البرولوس والستيت والما؟ ما حد شيء، ما حد شيء. أنت هيك تو تشوف برطمان قديم عمره 30 40 سنة لهنا في لافايات، تو يقول لك 200 مليون. وحتى باش تاخذ قرض. تلقى بالرسمي صعيبة ياسر والله، ماش واحد يخلط. امبوسيبل واحد قادر باش ينجم تو يعمل دار ولا. تشوف غلاء المعيشة، تشوف أصحاب العائلات عنده زوز وثلاثة صغار. وقد شهد قطاع البناء والعقارات جملة من الصعوبات خلال السنوات الأخيرة ليزيد ارتفاع كلفة التمويل في تعميق الأزمة. الخمس سنوات الأخيرة تم ارتفاع في نسبة السوق النقدية، وصلت حتى حوالي 8% سنة 2018، واللي انعكس هذا بدوره على كلفة التمويل اللي يلتجئ لها المواطن باش يمول المسكن متاعه. معناها اللي هي نسبة السوق النقدية زايد هامش ربح متاع البنك اللي تنجم تبلغ 11-12%، وهذا مما صعب عملية معناها حصول المواطن على مسكن. ولكن مع هذا أنه الدولة عندها العديد من البرامج، برامج ومشاريع موجهة أساسا لذوي الدخل المحدود والمتوسط، أصبح من الصعب تنفيذها وتسويقها بسبب تقلص دعم الدولة للمؤسسات المتعهدة بتفعيل سياساتها السكنية الاجتماعية، ناهيك عن جملة من الإشكاليات المتعلقة بارتفاع أسعار الأراضي والتهيئة وانتشار البناء الفوضوي. هذه الصالحة للبناء ما عادش متوفرة كما قبل، المخزون العقاري بتاع الشركة انقص للأسباب اللي كنت نحكي لك فيهم، شراء أرض جديدة راهو ولا غالي، غالي برشا، كان العشوائي أكثر مكان مش كما قبل. هذه الكل يخلي ربما التو دوكيباسيون تاع السنيت في على المساكن على الجمهوريه الكل ينقص. اشكال الاقتناءات، الاقتناء توا بما انه تراجعت الدوله فيما يخص تفويت الوكاله في عقارات يمكن تهيئتها وادراج مشاريع كبيره، في غياب هالدعم هذايا تلقى الوكاله روحها في ضروره اللجوء للخواص اللي باش يرفع في الاسعار، واذا كان رفع هو في الاسعار باش يترفع قيمه التهيئه قيمه البيع، بالاضافه راهو كذلك قيمه التهيئه ارتفعت برشا برشا نسبه 60% الخمس سنوات الاخيره. مساكن اجتماعية وأخرى اقتصادية وبرنامج للسكن الأول، تعددت المسميات ولكن نجاعتها تظل رهينة تسهيل شروط التمويل البنكي والضغط على أسعار التكلفة. يشتكي عدد من المواطنين من تنامي الأخطاء الواردة في قاعدة بيانات عدد من المؤسسات العمومية، أهمها من وجد نفسه ميتا وهو يرزق بين الأحياء، أما عن المتزوج وهو أعزب فحدث ولا حرج، وبقية الأخطاء الأخرى تبقى واردة أمام من وجد نفسه ميتا. في هذا التحقيق رافقنا أحياء سجلوا أمواتا على الورق وتابعنا جملة من التجاوزات في وقت تسهر فيه الإدارة التونسية على أحياء منظومة قاعدة بيانات جديدة للحالة المدنية للتونسيين. قالوا لي لك هاك ميت يا ودي عليك ما وليني حي، قال لي لا يا أخويا وجا قال ميت. السيد اللي في الإدارة اللي يستقبل أصيب بصاعقة وقال لي الكلمة اللي عمري ماني باش ننساها، قال لي أنت ميت. يوميا يجي 5-6 أخطاء، بينما كنا يعني كانوا برشا، مثلا 2019 يوصلوا في النهار 15-17 ماشي ويقل. أثبت أنك حي هو العنوان الرئيسي لهذه القضية. العم محمد وجدناه في أحد القبور في رحلة بحث عن قبره المزعومة، كل القرائن والوثائق والدلائل والمعطيات الرسمية تفيد أنه ميت، خطأ مادي أو جرم مقصود في سجلات الحالة المدنية، هذا ما ستثبته الأبحاث. إشكالية توقفت معها حياة الشيخ، جرايته هي مورد رزقه الوحيد، ألغيت منذ مارس 2021. كيفاش ميت؟ قال لي يا أخويا برا صلح أمور، قال لي شهريتك ما فماشي. كيفاش ما فماشي؟ طالب شهريتي، ردوا لي شهريتي. مشى مشي في شهريته، قالوا له ياك متوفي من مارس 2021، التو الشهرية مقصوص، الحالة الاجتماعية متاع الشاب عندي حالة يرسلها، ونفسيا أزم من الشيء ذاك، وقعتك صدمة.
الخطأ وقع، كيفاش باش نتجاوزوه؟ لهنا الإشكالية. مطلوب منا إلغاء المضمون الوفاة هذايا اللي بموجبه يعني وقع تعطيل صرف جرايتهم. إذا كان ثم سوء نية في بالي خذينا من الوقت الكافي باش كل واحد ياخذ حقه. طلبت تحرير على منوبي وعلى الأطراف شهود إذا كان استوجب الأمر، اللي هو حي بطبيعة. الحال واحد وان اختلفت الأسماء، أخطاء أخرى في سجلات الحالة المدنية ترافقها رحلة العذاب والغدو والرواحي بين ثنايا البلديات والصناديق الاجتماعية ومكاتب المحاماة وبهو المحاكم، وقد يقلب حرف أو زيادة أو نقصان نقطة فوق حرف أو تحتها أو ترجمة لمضمون ولادة قد تقلب موازين الحياة وحقوق الناس. حسيت بثورة داخلي، ما نجمتش نقبل مثل هالظلم هذايا، ظلم أنه يقصيك من الحياة. الناس اللي البرة كل واحد كان ساكت على روحه وقتها، لهذا يقول لي حتى أنا ميت، حتى أنا طلعت ميتة، حتى أنا جيت نشوف نلقى من مجموع معناها 80 شخص اللي موجودين نجم نقول لك 40% موتة. وسواء تعلق الأمر بأخطاء على مستوى الصناديق الاجتماعية أو البلديات أو غيرها من الإدارات التونسية، فإن خالد بن يدر المدير المكلف بتسيير الحالة المدنية والمقابر ببلدية تونس يقر بتراجع أرقام الأخطاء الواردة بالسجلات المدنية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن منظومة جديدة ستكون جاهزة مع حلول سنة 23 و2000 تعمل على تلافي جميع الأخطاء. كان الخطأ مادي موجود كما الدفتر الولادة بتاع السيد، كما الإعلامية يلزم إذن قضائي باش نبدلوله. والأخطاء اللي تقع على مستوى الإعلامية ما يشدش في الجرام ماكس ساعتين من زمان المنظومة الجديدة باش تنحي برشا نقاص بالمنظومة الموجودة. والانستيماسيون إن شاء الله تبدأ اوبيراسيونيل العام الجاي ان شاء الله. لي لكن اللي شفناها في المنظومه هذه بحول الله باش نقضيوا عليها. هذا واكد بن يدر ان هذه المنظومه سيكون لها مردود ايجابي من حيث ربح الوقت والغاء التعامل بالاوراق، ناهيك عن صدور المضامين باللغه الفرنسيه والعربيه في نفس الوقت، وكذلك ترسيم المواليد بالنسبه للتونسيين بالخارج واستخراج المضامين لهم مباشره من تونس. أصيب 3 فلسطينيين أمس الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما اندلعت مواجهات على جسر حلحول المدخل الشمالي لمدينة الخليل ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة، فيما تمركز جنود الاحتلال عند مدخل شارع الشهداء وأطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان والمحلة التجارية في المنطقة. قتل متظاهران سودانيان خلال احتجاجات شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء العمل بالتدابير التي اتخذها الجيش في أكتوبر الفارط، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة إلى إنهاء حالة الطوارئ والخروج من الأزمة السياسية الدائرة في البلاد منذ سنوات. وفي مستجدات الصراع الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيسك، مشيرا إلى أن الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن الهدف الرئيسي للروس، مضيفا أنه تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة. هذا وقام الرئيس الأوكراني أمس الأحد بزيارة خارج العاصمة كييف، حيث ذهب إلى مواقع عسكرية على الجبهة في منطقة خاركيف، أين أقال رئيس الأجهزة الأمنية هناك معتبرا أن الأخير لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ بدء الهجوم الروسي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. في عيد الأمهات استحضار لمعاني التضحية والمحبة وتكريم للأم من الأبناء عرفانا بالجميل وتقديرا لخصالها ودورها. غلاء الأراضي وارتفاع تكلفة البناء والقروض وتعطل برامج السكن الاجتماعي عوامل تحول دون تحقيق حلم امتلاك مسكن للكثير من التونسيين.
أخطاء متواترة في سجلات الحالة المدنية وقواعد البيانات تحرم المواطن من قضاء شؤونه والتمتع بالخدمات، وقريبا برنامج لرقمنة السجلات. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.